السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير أو صبحكم الله بالخير، يا صباح الأنوار. يسأل البعض كيف أخرج من التفكير السلبي وأنا أصلا في جوة مشكلة، يعني أنا داخل مشكلة مثلا، والله أصلا أنا علي دين، كيف تبغاني أخرج بتفكيري ولا أضغط نفسي؟ يعني أول شيء لابد نتصور ترى أن الناس كلها مضغوطة، لابد تفهم الكلام هذا، ما في أحد مرتاح والله، حتى أصحاب الأموال إذا كان إحنا حاصرين السعادة في الأموال والأموال تجيب لنا شيء كثير من السعادة، ترى أصحاب الأموال ما هم مرتاحين، يفكر وين تروح وين تجي، لا يروح علي، ناس ما تنام عشان أرصدتها. فلابد أوصل لك ترى كل الناس تعبانة، ولابد أنك تفكر التفكير الصحيح أنه كيف أنا أتعايش مع بعض الإشكالات معايا. الإشكال عندنا ما هو أنك تكون مهموم وتفكر في همومك، الإشكال الحقيقي عندنا هو أنك ما تستطيع أن تتجاوز هذه المشكلة، توقف حياتك كلها عليها. إذا نحن مطالبين ابتداء أن نريح أنفسنا، ترى الناس كلها عندها إشكالات وعندها أشياء، يمكن أنت تكون يعني شيء يسير أفكارك والهموم اللي عندك عن هموم الناس، فريح بالك، الناس كلها مطالبة أن تتعايش مع بعض الإشكالات. طيب رقم اثنين الانشغال. ترى الانشغال هذا باب كبير لصرف الأفكار. يعني أعطيك مثال، الآن في رمضان، الكل منا في رمضان مشغول، الصيام يا ولد، السمبوسة، ما عندنا أفكار سلبية في العصر، لأننا في صف الفول متضاربين، وألحق يا ما تلحق نصدم اثنين في الطريق عشان نلحق نفطر السمبوسة، ومضاربة عند السمبوسة، مشغولين عن الأفكار. الأفكار تجيك متى؟ لما تدق في الطاسة إلى أن تروق، خلاص تبدأ ترتاح، الآن تجي الأفكار. طيب في أمر مهم نفسي لابد أن نطبقه، وإن طبقناه بإذن الله عز وجل إحنا مالنا في حاجتك يا علي عسير، شكرا، كل يوم طالع لنا وساوس وأزعجت أهلنا وما جبت لنا المرض أنت بنفسك، فترتاحون مني. طبقوا هذا الكلام، وهو أن تصدق 100% بدون نقاش أن الأفكار اللي في عقلك كلها وهمية، والله ثم والله 90 إلى 95% من الأفكار كلها وهمية، إما مستقبل ما ندري عنه، أو ماضي حزين انتهى، أو شيء خايفين منه الفترة هذه، وأغلب اللي خايفين منه هذا مو صحيح. فلابد أن تصدق أن هذه الأفكار أفكار وهمية، وإن كانت حقيقية ما صارت، باقي ما صارت. يقولك بكرة ممكن مديري في العمل والله يشد عليه لأن المعامل، يا أخي لا شد، يمكن هو يغيب بكرة، يمكن هو أصلا ما هو جاي، يمكن بيصير له مصيبة، يمكن يموت الليلة تصلوا عليه الفجر، أنت ليش قاعد؟ الله نكبنا المدير، كل أفكار مش كويسة المدير، لكن الشاهد أنه كل أفكار ما صارت ولا بتصير. ثانيا الأمور العملية، وأختم بها، أنا ذكرت الأمور النفسية اللي هي الهموم الأوهام عفوا، الأمور العملية أن يكون معك ورقة وقلم وتسجل كل يوم إيش الفكرة اللي جتني وما وقعت. سجل أي فكرة تخطر في بالك، طلع الورقة والقلم، سجل اليوم إني بيصير علي حادث وأنا رايح العمل، اليوم بالعمل بيسوي لي مشكلة، اليوم عيالي زعلانين علي، سجل كل وشوف آخر اليوم ما الذي وقع منها. صدقوني إذا ما شققت الورقة وتقول والله إني مضيع نفسي بس هذا الهموم قاعد طاردني، راح تشعر انه كثير من الافكار التي سجلتها ان لم يكن معظمها، ان لم يكن ما بقول كلها لكن اغلبها، لم تقع مجرد اوهام. تعرفون انكم تعيشون من الصباح لليل اوهام، طبيعي يجيك القلق والتوتر. اذا عيش حياتك، توكل على الله عز وجل، استعين، عيش حياتك وامورك طيبه، وسيب عنك الوهم والضيق هذا.